أهلا وسهلا فيكم بدرسنا اليوم بموضوع المستنبتات. بدنا نكمل حديثنا عن مستنبتات الخلايا النباتية. بالدرس الأخير حكينا بدينا نحكي عن مستنبتات الخلايا النباتية، أنواع المستنبتات اللي ممكن إنتاجها، وحكينا عن مستنبت كالوس وطريقة إنتاج مستنبت كالوس. فبهذا الدرس بدنا نكمل نحكي عن تنمية مستنبتات واستعادة نبتي كاملة من مستنبت أو من خلية واحدة. فاليوم حديثنا بده يكون عن مراحل تنمية مستنبت، أنواع وإعادة تنمية نبتة كاملة. نركز على مراحل تطور مستنبت خلايا معلقة من كالوس، ومنه مستنبت بروتوبلاست، مراحل عزل خط خلايا متجانس من كالوس مرة بتغييرات سمك لونالية. بذكركم تغييرات سمك لونالية هي تغييرات تحدث على المادة الوراثية تبعت الخلايا النباتية خلال عملية التكاثر تبعتها في مستنبت الكالوس. رحين نحكي عن مراحل استعادة نبتة كاملة من مستنبت كالوس تم أخذه من نبتة، مراحل استعادة نبتة كاملة من مستنبت ميريستيمي، والفرق بين مستنبت ميريستيمي ومستنبت كالوس في مقارنة صفات أنسجة ميريستيما وأنسجة كالوس، حسنات وسيئات كل واحد من المستنبتات. فمراحل تنمية مستنبت، أنواع وإعادة تنمية نبتة كاملة. الكالوس الذي ينشأ من الأنسجة السوماتية البالغة هو نقطة انطلاق لتطوير أنسجة نباتية مختلفة، لأن خلايا الكالوس لديها المقدرة على التجدد الذاتي، الانقسام والتمايز إلى أنواع الأنسجة المختلفة. من مستنبت كالوس يمكن تطوير مستنبت خلايا معلقة في وسط سائل، يمكن منها الحصول على مستنبت بروتوبلاست لاستعمالات مختلفة راح نذكرها لقدام، خطوط خلايا محددة مع ميزات فريدة مرغوبة، خطوط خلايا يتم الحصول عليها نتيجة لتغييرات وراثية، سمك لونالية تحدث بشكل تلقائي خلال تنمية مستنبت كالوس، أو نتيجة لها تغييرات وراثية موجهة أو نتيجة لهندسي وراثية. إعادة بناء نبات كامل ناضج بإضافة هرمونات نباتية، يمكن أن يتمايز الكالوس إلى أنواع مختلفة من الخلايا، أن يمر تجديد ويتطور إلى نبات ناضج كامل مع ساق أوراق جذور وكل المكونات تبعت النبتة. مراحل تطور مستنبت خلايا من كالوس، لازم نختار نسيج نبتي بالغ، نستخلص قطع منه، نوضع القطع على وسط آجر، تبدأ الخلايا كالوس بالتطور بالتكاثر، خلايا غير متمايزة. يمكن نقل القطعة هاي أو أقسام منها لوسط غذائي سائل، وعن طريق الهز تبدأ الخلايا بالانفصال عن بعضها ويتم الحصول على خلايا معلقة، وباستعمال إنزيمات مناسبة سيلولاز وبيكتيناز يتم تحليل الجدار المكون من السكريات المعقدة والحصول على خلايا بروتوبلاستية معدومة الجدار، وهي خلايا حساسة جدا للبيئة الخارجية وبالتالي يجب المحافظة على ظروف بيئية مناسبة لنموها، وهي خلايا اللي بعد يومين خلال كم يوم راح تعود تبني خلال تكاثرها راح تعود تبني جدار من جديد. مراحل عزل خط خلايا متجانس من كالوس مرة بتغييرات سمك لونالية، قطع كتلة كالوس إلى مقاطع على شكل مكعبات صغيرة. بعد ما حصلنا على قطعة كالوس إن كان على
أجر وسط غذائي من أجر أو بداخل محلول، يتم أخذ كتلة الكالوس اللي بتحتوي على خلايا غير متمايزة ويتم قطعها إلى مقاطع صغيرة. كل مقطع يتم إدخاله وضعه على وسط صلب في وعاء نمو بظروف مناسبة، وتبدأ خلايا الكالوس بالتكاثر. خلال عملية تكاثرها تحدث التغييرات السمكلونالية، كل مستنبت تحدث عليه تغييرات سمكلونالية تختلف عن المستنبتات الأخرى. يتم مسح المستنبتات الناتجة عن المقاطع المختلفة لإيجاد المقطع الذي يحتوي على الصفة المرغوبة في الخلايا تبعته، كمثلا إنتاج زائد لمنتج معين مطلوب. ممكن حس التغييرات اللي بتحدث بالدي ان اي بإضافة مواد أو أشعة اللي تؤدي إلى حس التغييرات الوراثية. بعد إيجاد المستنبت اللي بيحتوي على الصفة المرغوبة، يتم اختيار هذا المستنبت، تخزين ببنك خلايا بحيث أنه تجمد الخلايا من خط الخلايا المطلوب في بنك خلايا لاستخدام الخلايا في المستقبل. مراحل استعادة نبتة كاملة من مستنبت كالوس. بعد ما حصلنا على خط الخلايا المطلوب، من خط الخلايا المطلوب بعد ما حصل تغيير معين بصفة معينة ممكن نحصل على نبتة كاملة، أو ممكن من مستنبت كالوس الأصلي نحصل على نبتة كاملة اللي بتكون أقرب بصفاتها للنبتة الأصلية. فالمستنبتات النباتية يمكن استخدامها للتكاثر اللاجنسي للنباتات، حيث يحدث تكاثر بدون بذور. الخلايا في الكالوس هي نوع من الخلايا الجذعية البروليبوتنتية، بمعنى أنها الخلايا اللي عندها المقدرة على التمايز لجميع أنواع الخلايا المكونة للنبتة. كيف قلنا تنتج نتيجة لجرح بحدث بالنبتة، وبالمستنبتات المختبرية يتكاثر الكالوس وبإضافة هرمونات نباتية من أوكسين وسيتوكينين بنسب تركيز مختلفة تتكون الأنسجة المختلفة المكونة للنبتة، فتنتج نتيجة لذلك أنسجة النبتة ونبتة صغيرة تسمى بلانتلت اللي تتحول لاحقاً بتنميتها بظروف مناسبة لنبتة ناضجة كاملة اللي بتحتوي على جذور، سيقان، أوراق، بذور، ثمرة، زهرة إلى آخره. مستنبت كالوس ممكن إعداده من أي قسم من أقسام النبتة. ممكن نأخذ قطعة من الورقة، قطعة من ساق، قطعة من جذر، والحصول على مستنبت كالوس. فكيف قلنا مستنبت كالوس هو خلايا غير متمايز متمايزة ما إلهاش أي شكل يوحي إلى نبتة، لونها كمان أصفر. تبدأ خلايا الكالوس بالتمايز، فتبدأ بالتكون أشكال مختلفة توحي إلى نبتة، تبدأ بالتكون أنسجة خضراء بالنبتة. تنمية هاي الأقسام تؤدي إلى إنتاج بظروف مناسبة، تؤدي إلى إنتاج نبات بالغ، حيث أن خلايا الكالوس تبدأ بالتمايز للأنسجة المختلفة المكونة للنبتة. خطوات: اختيار النسيج النباتي البالغ، ورق، جذر، جذع،
قطعه إلى قطع صغيرة وغمسه في محلول معقم بهدف القضاء على فيروسات وبكتيريا ممكن تكون موجودة على القطعة هاي. وضع قطع الأنسجة في وسط نمو صلب من الآجر يحفز انقسام الخلايا وتكاثرها، تبدأ خلايا الكالوس بالتطور وهي خلايا تستحث من خلايا سوماتية بالغة من النسيج الأصلي اللي أخذناه من النبتة نتيجة لوجود هذا هاي القطعة أو النسيج خارج النبتة. فخلايا بالغة بتبدأ تطور أو تعطي خلايا الجذعية المستحثة خلايا كالوس. يتم قطع الكالوس بعد نموه إلى قطع صغيرة، يتم نقلها لأوساط غذائية جديدة لمحافظة على ظروف مناسبة لنمو الخلايا، لأنه الوسط الغذائي بيبدأ بتركيز المكونات الغذائية تبدأ بالانخفاض. التنمية تتم في هذه المرحلة بتركيز متساوية من الهرمونين النباتيين أوكسين وسيتوكينين، فالخلايا الكالوس تتكاثر ولكنها لا تتميز، وهذا الهدف بهذه المرحلة. بمرحلة لاحقة يتم استعمال تركيز أعلى بالوسط الغذائي من السيتوكينين، فتبدأ الخلايا بالتمايز لأوراق وسقان النبتي، ومن ثم يتم نقل إلى وسط غذائي يحتوي على تركيز أعلى من الأوكسين الذي يؤدي إلى تمايز الخلايا إلى خلايا جذور، وهيك بتتكون المكونات المختلفة للنبتي ونحصل على نبتة صغيرة بلانتلت ومن ثم نبتة كبيرة. استعادة نبتة كاملة من كالوس لا تضمن تطابقا وراثيا بين النبتة المستعادة والنبتة الأصلية، ولا تضمن أن تكون خالية من الفيروسات، وهذا سببه أنه في عدم الاستقرار الوراثي للخلايا الكالوس نتيجة للتغييرات السوماكلونالية العشوائية التي تحدث على الدي ان اي او الجينوم الخاص بها، وهذه الطفرات جزء منها ممكن يكون ايجابي يعطي صفات احنا معنيين فيها النبتة، وجزء منها ممكن يكون سلبي يؤدي لصفات غير مرغوبة او لعدم مقدرة المستنبت للتحول لنبتة كاملة. من سلبيات هذه الظاهرة هو أن الهوية الجنسية الجينية للنبتة لا يتم الحفاظ عليها، فالنبتة الأصلية يحدث تغييرات على الهوية الجينية تبعتها، ونتيجة لذلك جينات معينة بالنبتة الناتجة تكون تختلف بصفاتها على النبتة الأصلية نتيجة للطفرات اللي حدثت. ميزتها هي إنها تخلق مجموعة واسعة من النباتات الجديدة اللي بمسح صحيح ممكن الوصول إلى نبتة اللي تختلف بصفة معينة عن النبتة الأصلية، وهي صفة اللي بتعطي النبتة الجديدة مقدرة على صمود بظروف بيئية معينة ما كانتش النبتة الأصلية تصمد فيها، على نمو أكبر حجم أكبر إعطاء مكونات منتجات مرغوبة بكميات أكبر. إذن التغييرات السوماكلونالية لها سلبيات ولكن بالإضافة إلى لها إيجابيات. مراحل استعادة نبتة كاملة من مستنبت ماريستيما. مستنبت ماريستيما هو مستنبت اللي مكون من سمين نسيج جنيني، هو دائما موجود بالنباتات بخلاف النسيج كالوس. نسيج كالوس يتكون فقط عند تعرض النبتة لجروح أو عند قطع قطعة من النبتة ونقلها على وسط غذائي صلب. هاي النبتة القطعة هاي لسه موجودة خلايا مكشوفة بالنسبة لها هي موجودة بمنطقة الجرح، فتبدأ بالتحول وتكوين خلايا كالوس.
وهي خلايا جذعية ولكنها مستحثة من خلايا بالغ. بينما النسيج الميريستيمي يتكون من خلايا جنينية اللي موجودة دائما بالنبت اللي بدون علاقة بتعرضها لجروح. فنسيج ميريستيما هو نسيج جنيني في النبات يتواجد في القمم النامية للجذور، للسيقان، للأوراق وبأنابيب النقل في النبتة. وهي الخلايا الجنينية اللي دائما موجودة بالنبتة دائما عم تتكاثر، عم تعطي خلايا جنينية جديدة اللي جزء منها بتميز لمكونات النسيج الخاص اللي وين هي موجودة، مثلا جذور أو سيقان أو أوراق أو خلايا أنابيب نقل، وجزء بتكاثر عشان يعطي خلايا جنينية جديدة. إذن هاي الخلايا هي تنقسم باستمرار وتشكل باستمرار خلايا جديدة، لجزء منها راح يكمل ينقسم ويعطي خلايا جنينية ميريستيمية، وقسم راح يتميز لخلايا المكونة للنسيج المعين اللي وين الخلايا موجودة. إذن هاي هي خلايا جذعية جنينية نباتية لم تمر تمايز، تتميز بسمتين للخلايا الجذعية: واحد، القدرة على التجديد الذاتي، بمعنى أنه هاي الخلايا الجنينية تنقسم لتكون خلايا جنينية جديدة بكل الوقت، كل الوقت بالخلية بالنبتة في تكون لخلايا جنينية جديدة نتيجة لتكاثر وانقسام الخلايا الجنينية نفسها. القدرة على التمايز والنضوج لخلايا ناضجة وتشكيل جذع وأوراق وجذور وبذلك تجديد نبتة كاملة. هدول القدرتين، المقدرتين أو الصفتين الموجودين عند الخلايا الجنينية الميريستيمية بتمكننا من أخذ خلايا ميريستيمية، ولكن بهاي الحالة منقدرش نأخذ هاي الخلايا من أي قسم من أقسام النبتة مثل بمستنبت كالوس، لازم أن نأخذها من المناطق التي تتواجد فيها المستنبتات الميريستيمية، القمم النامية للجذور والسيقان والأوراق والأنابيب النقل، فقط من هناك. وعند نقل هاي الخلايا لوسط غذائي مناسب تبدأ بالتكاثر بالبداية ومن ثم بالتمايز لمكونة الأنسجة والخلايا المختلفة المكونة للنبتة. الخلايا الجذعية الميريستيمية تتمتع أيضا بالاستقرار الجيني بخلاف الخلايا الكالوس. خلايا كالوس تمر تغييرات وراثية كل الوقت، خلايا الميريستيمية تتمتع باستقرار جيني، لا تمر طفرات، لا تمر تغييرات، وبالإضافة لذلك فهي مقاومة لاختراق الفيروسات. ودول صفتين مهمات. الصفة الأولى مقدرة هذه الخلايا على التكاثر التلقائي، مقدرتها على التمايز لكل أنواع الخلايا المكونة للنبتة، واستقرار جيني، ومقاومة اختراق الفيروسات. مقدرة التكاثر والتمايز تمكننا من استعمال هذا النسيج أو المستنبت لإنتاج نبتة كاملة. الاستقرار الجيني أو الوراثي يمكننا من الحصول على نبتة الأصلية، تجديد النبتة الأصلية، بناء نبتة إلى نفس صفات النبتة الأصلية. ومقاومة اختراق الفيروسات بتمكننا من الحصول على نبتة خالية من الفيروسات. هاي الصفات الأربعة بتعطي للمستنبت الميريستيمي إيجابيات، ولكن بتعطي كمان سلبيات. يعني بحالة مستنبت كالوس ممكن إن نحصل على صفات جديدة، نباتات فيها صفات جديدة نتيجة للتغييرات الوراثية اللي بتحدث فيها، ولكن هون مش ممكن نقدر نعمل هذا الاشي الا اذا احدثنا التغييرات الوراثية بشكل موجه. نكمل حديثنا بعد استراحة مدتها 10 دقائق. فإلى اللقاء حاليا.
أهلا وسهلا فيكم بعد الاستراحة. إذا حكينا أنه الخلايا الجذعية الميريستيمية في عندها استقرار جيني ومقاومة اختراق فيروسات، كيف شايفين بالرسومات هون؟ كيف قلنا بالجذور في عندي بالطرف في عندي بداخل الجذر في خلايا ميريستيمية، جذعية ميريستيمية اللي بتساعد على تكون خلايا جديدة وجذور جديدة، وبالإضافة لهيك في كمان بالقمم النامية للسيقان منطقة اللي بتحتوي كمان على الخلايا الميريستيمية اللي بتمكن من امتداد والسيقان وتطورها، وكمان بالإشي هذا موجود بالأوراق بأطراف الأوراق. فتستخدم مستنبتات الميريستيما لأغراض تجارية، منها التكاثر الدقيق، استعادة نباتات متطابقة وراثيا للنبتة الأصلية، وإنتاج نباتات خالية من الفيروسات. في استعمالات كتير لمستنبتات ميريستيمية بإنتاج الورد المستعمل للزينة. مقارنة صفات أنسجة ميريستيمية وأنسجة كالوس، طبعا من مستنبت كالوس ومن مستنبت ميريستيمي ممكن الحصول على مستنبت اللي لديه المقدرة على إنتاج منتج معين احنا معنيين فيه بالحالتين، أو إنتاج نبتة كاملة. ولكن الاختلافات بتؤدي لأنه أحيانا يفضل استعمال مستنبت ميريستيمي إذا كان هدفنا مثلا إنتاج نبتة خالية من الفيروسات، وفي حالات أخرى يفضل استعمال مستنبت كالوس إذا هدفنا إنتاج مستنبت من نبتة معينة اللي بيحتوي على صفات مش موجودة بالنبتة الأصلية، أو نبتة بتحتوي على صفات جديدة مش موجودة بالنبتة الأصلية. فمصدر الخلية الجذعية بالمستنبت الميريستيمي هو خلايا جذعية جنينية ميريستيمية، بينما بمستنبت كالوس خلايا جذعية سوماتية ناتجة عن خلايا بالغة اللي تحولت لخلايا جذعية مستحثة في نسيج بالغ. صفة جنينية، صفة خلية جذعية جنينية دائمة، أي خلايا جذعية دائمة موجودة بشكل دائم وتتميز من خلايا جذعية لخلايا بالغة. بينما بمستنبت كالوس الصفات الجنينية هي صفات مؤقتة لخلية جذعية مستحثة من خلية بالغة نتيجة لتعرض النبتة لجروح. مقدرة انقسام وتكاثر بالحالتين موجودات عند خلايا ميريستيمية وخلايا مستنبت كالوس. مقدرة تمايز لكل أنواع الخلايا موجودة عند خلايا ميريستيمية ولدى مستنبت كالوس. ثبات جيني وراثي موجود فقط عند مستنبت ميريستيمي. خلايا ميريستيمية لا تمر تغييرات وراثية بشكل تلقائي، طبعا ممكن نحفز احنا تغييرات ولكن بشكل تلقائي لا تمر تغييرات وراثية، ولكن مستنبت كالوس يمر بتغييرات وراثية تسمى تغييرات سوماكلونالية. صمود أمام فيروسات، مستنبت ميريستيمي خلايا ميريستيمية صامدة أمام فيروسات محمية من الفيروسات، بينما مستنبت كالوس غير صامد من الفيروسات، ففيروسات اللي اخترقت النبتة راح تبقى بالنبتة إذا تم إنتاجها من مستنبت كالوس، أو إذا تم إنتاج مستنبت خط خلايا من مستنبت كالوس ممكن إنه الفيروسات تكون موجودة. بينما بمستنبت كالوس الخلايا الميريستيمية مستنبت ميريستيمي الخلايا الميريستيمية لا تحتوي على فيروسات خالية من الفيروسات، وبالتالي ممكن استعمالها لإنتاج نبتة خالية من الفيروسات. تلخيص للي حكيناه لسه، قطعة من نسيج بالغ من نبتة يتم الحصول على مستنبت نسيج كالوس على آجر صلب، منه ممكن تكوين نبتة كاملة، منه ممكن
الحصول على مستنبت خلايا معلقة في وسط سائل ومستنبت خلايا بروتوبلاستية معلقة اللي ممكن تتحول لمستنبت خلايا معلقة في وسط سائل. مستنبت خلايا معلقة في وسط سائل ممكن منه نعود نحصل على مستنبت نسيج كالوس. من مستنبت خلايا بروتوبلاستية ممكن نحصل على مستنبت خلايا معلقة في وسط سائل، وممكن نحصل على مستنبت نسيج كالوس. نبتة ممكن نحصل عليها كمان من مستنبت نسيج ماريستيمي جنيني، تم الحصول عليه من مناطق محددة موجودة بنبتة وتنميته على وسط أجر صلب وتكوين الظروف المناسبة لتحوله تمايز الخلايا للمكونات المختلفة للنبتة والحصول على نبتة كاملة. طبعا أي نسيج يتم استعماله بتعلق بشو الهدف بنهاية الأمر. إذا الهدف الحصول على نبتة خالية من الفيروسات مستنبت ماريستيمي، إذا الهدف الحصول على نبتة تحتوي على صفات محسنة ممكن نسيج كالوس اللي يتم قطعه لمقاطع، كل قطعة يتم تنميتها على بوعاء خاص، ومن ثم نتيجة للتغييرات السوماكلونالية تحدث تغييرات وراثية. البحث بالقطع الناجية على القطعة اللي تحتوي على أو النباتات الناجية على النبتة اللي تحتوي على الصفة اللي إحنا بدنا إياها، وبالتالي حصلنا على صفة بدون استعمال الهندسة الوراثية. طبعا ممكن استعمال مستنبت ماريستيمي لإنتاج نبتة اللي فيها تغييرات وراثية، ولكن بهاي الحالة لازم نعتمد على الهندسة الوراثية لإضافة الصفة المحددة اللي إحنا معنيين فيها. عادة مستنبتات خلايا بروتوبلاستية تستعمل هدفها هي كبروتوبلاست دمج خلايا من أنواع مختلفة، خلايا بروتوبلاستية مختلفة مع بعض لإنتاج خلية جديدة اللي بتحتوي على صفات الخليتين الأصليات. بهاي المرحلة بدنا نحل أسئلة، وبخلال حل الأسئلة نراجع مواد ذكرناها لسا بدروس الأخيرة اللي تعلمناها بموضوع المستنبتات النباتية. جزء من الأسئلة موجودة بالكتاب التعليمي، ولكن معظم الأسئلة اللي أنا راح أتطرق لها هي أسئلة من امتحانات بقروت سابقة اللي هدفها طبعا أنه غير مراجعة المادة مع بعض، أنه تفهموا لأي عمق مطلوب منا نفوت بكل مادة من المواد التعليمية. جزء من الحديث تبعي هو إثراء اللي مش مطلوب بالمادة التعليمية، وهذا إشي موجود بالبرنامج التعليمي، يعني بالدروس جزء من المواضيع اللي بحكي عنها هي مواضيع إثراء. فبالبرنامج التعليمي ممكن تعرفوا أي مواضيع اللي بحاجة إلها لامتحان البقروت، وبالأسئلة اللي بنحلها هون من فوت للعمق وللمستوى المطلوب منا بمعرفة المادة اللي مرقناها مع بعض. فسؤال من سنة 2015 بموضوع المستنبتات النباتية بيحكي عن نقرأ مع بعض. قررت شركة بيوتكنولوجيا تنتج مضافات غذائية أن تصنع كبسولات كافيين تنافس مشروبات الطاقة التي أصبحت شعبية جدا في السنوات الأخيرة. الكافيين هو ناتج أيض ثانوي مصدره من نبتة البن العربي القهوة اللي نسميها أرابيكا. يمكن استخلاص الكافيين من بذور البن التي مصدرها من النبتة الكاملة أو بواسطة مستنبتات خلايا نباتية. إذن الهدف تصنيع كبسولات من الكافيين. الكافيين موجود بالقهوة، بنشرب قهوة بنحس بنشاط نتيجة للكافيين الموجود فيه، موجود كمان بالشاي ولكن بتركيز أقل. مشروبات الطاقة بتحتوي على محفزات طاقة أكبر، ولكن في إلى أضرارها. ف
فإذا قدرنا نكون كبسولات من الكافيين، اللي كبسولة من هالنوع مجرد ما شربناها بتعطينا تركيز عالي من الكافيين، اللي بتعطينا محفزات منشطات قوي منشطات سريعة، فاستعمالها بيكون صحي أكتر كمان من استعمال مشروبات الطاقة. فمصدر الكافيين هو البن، ممكن نستخلصه من بذور البن بشكل مباشرة، والهدف هون هو إنتاجه بطرق بيوتكنولوجية من مستنبتات خلايا نباتية. أذكر أفضليتين وتقييدين لاستخلاص الكافيين بواسطة مستنبتات خلايا نباتية مقارنة باستخلاصه من بذور البن. إذا بدنا أفضليتين وسلبيتين لاستخدام مستنبتات خلايا لإنتاج كافيين. حكينا عن هذا الموضوع بالسابق، فقلنا إنه حسنات استعمال استخلاص الكافيين من مستنبتات خلايا مقارنة بالبن الطبيعي هو إنه ممكن إنتاج كافيين بظروف بيئية محددة مراقبة، مقارنة بتنمية البن بالحقول حيث عوامل بيئية تؤثر على عملية التنمية. ممكن إنه نأثر بعملية التنمية المستنبتات على مستوى وتركيز الناتج بواسطة إحداث تغييرات وراثية بالخلايا النباتية، بواسطة إحداث تغييرات بالتركيبة الوسط الغذائي اللي بتؤدي لتحفيز إنتاج المنتج المطلوب. ممكن إحداث إجراء إنتاج متواصل، بهاي الطريقة يتم وضع المستنبت بيومفاعل اللي يتم إدخال وسط غذائي بشكل متكرر. الخلايا بتكون مثبتة بطريقة معينة بداخل مثلا جسيمات جيلاتينية أو بوليمرية أخرى، وإدخال الوسط الغذائي من جهة وإخراجه من الجهة الثانية ممكن يؤدي لأنه عملية الإنتاج تكون متواصلة بهذا الشكل. ممكن إنتاج مركبات جديدة بمستنبتات نباتية بواسطة إدخال جينات مناسبة بالهندسة الوراثية، بحاجة لمحلات لمساحات أقل للإنتاج لأنه بيو مفاعل بأخذ منطقة مساحة أقل مقارنة بالمساحات اللي بتأخذها المزارع لإنتاج البن. السلبيات بإنتاج الكافيين باستعمال مستنبتات خلايا مقارنة بالنباتات هي إنه العملية مكلفة لأنه عملية الإنتاج بطيئة، بحاجة لتقنيات إنتاج عالية، تعقيم لمنع التلوث البيئي لأنه أي تلوث بواسطة بكتيريا للوسط الغذائي بيؤدي لتكاثر البكتيريا حسب الخلايا النباتية. الخلايا النباتية لها حساسة جدا للتأثيرات البيئية، لتأثيرات الضغط، وممكن هذا الأمر يؤدي لكسر الجدار تبعها ولا موت الخلايا مقارنة ب الخلايا النباتية الموجودة بالنبتة نفسها والمحمية من عن البيئة بداخل النبتة. عدم ثبات وراثي بحال استعمال مستنبت كالوس، ولكن الحال كيف قلنا استعمال مستنبت ماريستيمي. ممكن الخلايا تتراكم بتكتلات اللي تمنع الخلايا الموجودة بالداخل من الحصول على المكونات الغذائية، وهذا الإشي ممكن يؤدي لانخفاض وتيرة الإنتاج لأنه الخلايا الموجودة بداخل هاي التكتلات مش عم تحصل على المكونات الغذائية وبالتالي مش عم تقوم بعملية الإنتاج ومع الوقت راح تموت.
عملية التمايز للخلايا المنتجة للمنتج المطلوب بهي الحالة الكافيين هي عملية معقدة وأحيانا ممكن ما ننجحش بالحصول على الخلايا اللي عندها المقدرة على الإنتاج زائد للكافيين. كمية منتج قليلة عادة وصعوبات باستخلاص المنتج. تقرر في الشركة إنتاج الكافيين بواسطة مستنبت خلايا من نبتة البن. أنتج الباحثون مستنبتين يستخلصون منهما كمية كبيرة من الكافيين، مستنبت كالوس ومستنبت ماريستيمي. فسر ما هو مستنبت كالوس وما هو مستنبت ماريستيمي. طبعا حكينا بالدرس اللي قبله وقارنا بيناتهم، مستنبت كالوس هو مستنبت من خلايا غير متمايزة يتم الحصول عليها أو تنتج نتيجة للجرح بالنبتة، وهي خلايا جذعية مستحثة من خلايا بالغة. وقطع قطعة من نبتة ووضعها على وسط غذائي مناسب يؤدي إلى تكون خلايا الكالوس نتيجة لعملية القطع. بينما مستنبت ماريستيمي هو مستنبت من خلايا جنينية موجودة دائما بالنباتات، تتكاثر وتتمايز للأنسجة المختلفة للنبتة، وموجودة بالقمم النامية للأنسجة المختلفة المكونة للنبتة. أجرى الباحثون عدة عمليات نقل للخلايا من كل مستنبات إلى أوعية تنمية جديدة. قاس الباحثون تركيز الكافيين في أوعية التنمية بعد كل 10 نقلات. نتائج القياسات معروضة في الرسم التوضيحي للسؤال. إذن عمليات النقل من كل مستنبت من المستنبتات التنين هدفها إلى أوعية التنمية الجديدة، هدفها أنه بعد فترة زمنية معينة من التنمية اللي هي تستمر لأيام معدودة يصبح يتزايد عدد الخلايا بداخل هذا الوسط الغذائي بداخل الوعاء، وتصبح تركيبة الوسط الغذائي غير ملائمة لاستمرار تكاثر الخلايا، وعندها يجب أخذ المستنبت تقسيمه لأقسام وكل قسم يتم نقله لوعاء جديد. فمن وعاء واحد يتم نقل المستنبت الناتج الخلايا الناتج إلى عدد معين من الأوعية الجديدة اللي بتحتوي على أوساط غذائية جديدة. فكل عملية نقل من هالنوع تؤدي إلى ازدياد عدد الخلايا. بجيم مطلوب حدد أي مستنبت كالوس أم ميريستيمي ملائم لـ A وأيهما ملائم لـ B. علل إجابتك. اللي شايفينه هون إنه بالمستنبت اللي B تركيز الكافيين آخذ بالانخفاض مع تكرر عدد النقلات، عدد كل عمليات النقل الخلايا عم تتكاثر، بكل عملية نقل الخلايا عم تتكاثر بداخل الوعاء، نقل إضافي الخلايا بتتكاثر بداخل الوعاء. كل عملية نقل عم بتؤدي لازدياد عدد الخلايا. بمستنبت A شايفين إنه تركيز الكافيين بالملي جرام للمليلتر ثابت. شو ممكن يكون سبب الانخفاض بتركيز الكافيين بمستنبت B؟ أكثر الظن أنه صار في تغييرات وراثية اللي أدت لحد من لتقليل تكوين الكافيين. إذن مستنبت B ومستنبت اللي أكثر الظن حدثت فيه تغييرات وراثية اللي أدت للتقليل إنتاج الكافيين نتيجة لهذه التغييرات الوراثية اللي هي تغييرات بصفات الخلايا.
والمستنبت اللي بمر بتغييرات وراثيه خلال عمليه التنميه هو مستنبت كالوس. اذا بي هو مستنبت كالوس واي هو مستنبت ماريستيمي. اذا التفسير هو انه نتيجه لتغييرات وراثيه حدث بمستنبت بي خلال عمليات النقل. عمليه انتاج الكافيين بديت تقل لانه التغييرات الوراثيه تؤدي لتغييرات بصفات، وقد تكون هذه التغييرات بصفات تغيير بالمقدرة على إنتاج الكافيين أو نتيجة لطفرة بالجين نفسه أو نتيجة لطفرة بموقع المراقبة تبع الجين اللي بيؤدي لانخفاض بمقدرة الخلية على التعبير عن هذا الجين وبالتالي بإنتاج الكافيين، الجين المسؤول عن إنتاج الكافيين طبعا، أو الجينات ممكن يكون أكثر من جين واحد بيشارك بعملية إنتاج الكافيين. إذا صار في تغييرات بالمستنبت خلال عمليات النقل، فإذا بدي أختار بين مستنبت كالوس ومستنبت ماريستيمي، بعرف إنه المستنبت الماريستيمي في عنده ثبات وراثي بأنه بمعنى إنه لا يحدث تغيير بصفات المستنبت خلال عمليات التنمية والنقل، وبينما بمستنبت كالوس إحنا بنعرف إنه واحدة من صفاته هي إنه بمر تغييرات وراثية بنسميها تغييرات سوماكلونالية. إذا بي هو كالوس وإيه هو الماريستيمي. لزيادة التنوع في منتجات الشركة تقرر إنتاج كبسولات تحتوي على كافيين وعلى نيكوتين أيضا لاستعمالها في الإقلاع عن التدخين. وفي بداية أراد الباحثون أن يهجنوا خلايا نبتة تبغ مع خلايا نبتة البن العربي، ولكن اتضح لهم أن هذين الجنسين النباتيين غير متلائمين وراثيا ولذلك فالتهجين بينهما غير ممكن. فسر كيف يمكن أن يتغلب الباحثون على هذه المشكلة وينتجوا نبتة تنتج الكافيين والنيكوتين أيضا بواسطة خلايا بروتوبلاستية. فكروا بهذا السؤال جوابه بالدرس. منوقف درسنا بهاي النقطة ونلتقي بالدرس الجاي. إلى اللقاء.